إيمان أنا كنت نشوف الآن يعني مليح، لكن هذه الهواتف هذه والتواصل الاجتماعي الحقيقي من المفروض معلش لما يكون عندك أسرتك بعيدة 1000 كيلومتر في الأمريكان ولا في فرنسا مش عارف شحال 1000 كيلومتر في هنا وما تقدرش تروح. كذلك رجال الأمن اللي راهم يحرصوا أمننا واستقرارنا بجميع أسلاكهم أو وسائل الإعلام أو المداومين في المستشفى أطباء ممرضين أو في الوظيفة العمومي في خدمة المجتمع، هذا إذا لجأ نفسه وكلم عن طريق الهاتف مليح، لكن تسيب الإنسان جالس في بيته ما عنده حتى حاجة ودير يدير ميساج واحد يبعث للناس الكل يسويهم كيف كيف في لحظة واحدة ويتهنى، لا لابد من تحمل السفر والمشقة وتروح ليماك وتروح لباباك وتروح الأقارب بتاعك. هذا الحق التواصل الاجتماعي يعني في الحقيقة نقص من رحم وسيلة الرحم. كذلك مسألة الأخلاف نبه عليه، هذا شراء واحد الأواني في البيت. أنا مثال شفت بعض الناس وسمعت الكلام يشري بيفي مليح وطباسة من إسبانيا وزربية الله الله ويستيكي الصلاة الله الله الله، تقول له بنته راني جاي نعيد عليك، قولها ما تجيش دوك نبعث لك ميساج دوك نجي نعيد عليك. علاه؟ يخاف يجي يجيب بنته يجيب اولادها ولا اخته ولا اولادهم ولا اخوه يجيب مرته اولاده يكسروا الطباسه ويكسروا الاثاث اللي في البيت وبعد يوسخوا الحيوط يوسخوا الكروار. فجعلت هذه الاشياء يعني ردينا بها خير كبير، والبركه هي في الزياره. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عبد الله بن مسعود اللي اذا دخل عندك القريب دخل عندك الضيف البيت ويخرج وش يحدث؟ كأجل الله قدر كن نعبر بهذا باش يفهم كل الناس، كان كذاك المنظفه اللي ينظف النشاف يا اخي يمسح كل الغبره في الدار. المريض اللي يدخل عندك الزاي وتكرميه وحتى ربي ذكر وضرب مثل في الكرام، وكان ابراهيم عليه السلام اقرب الناس. كيجي واحد كل ما يجي يقدم له عجل سمين، حنا ما نقولوش عجل سمين بفتاكه والله زوز.